بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء نموسا إلى أسرة البرلماني رئيس مجلس الوزراء الأسبق فقيد الوطن عبد القادر باجمال الذي وافته المنية مساء يوم أمس الاثنين عقب حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن وقال رئيس مجلس النواب في برقية العزاء أبنائي الأعزاء عمرو وعمار عبد القادر باجمال وكافة آل باجمال جميعا حياكم الله بأسا وألم بالغ وحزن عميق فجعت بنبأ وفاه الاخ والصديق والزميل المناضل الوحدوي الكبير والوطني الغيور ورجل الدوله والمواقف الوطنيه والمثقف والعالم الاستاذ عبد القادر عبد الرحمن با رئيس مجلس الوزراء الاسبق الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاسبق واضاف عرفته منذ قيام الوحده اليمنيه المباركه حتى الم به ذلك المرض الذي اخذ من بيننا نجما ونبراسا مضيئا يتميز كل فعل يقوم به لما يمتلك من قدره لم يمتلكها احد في عصره كما عملنا معا في مجلس النواب وخلال تقلده العديد من المناصب الحكوميه واخرها رئيسا للحكومه حيث تشهد له السياسات الاقتصاديه والماليه والاداريه والنقديه والاصلاحات في مختلف المجالات وتابع واني لحزين لفراقه وادرك ان اليمن تودع واحدا من رواد العمل الوطني في هذا الظرف العصيب وتفق وتفقد واحدا من رجالها الافذاذ معبرا عن تعازيه الحاره ومواساته الصادقه لكافه افراد اسره الفقيد بالمصاب الجلل سائلا الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته واسكنهم فسيح جناته وان يلهمهم الصبر والسلوان